بداية الإعلام زي ما حكيت إنه من التخرج من جامعة القدس أبو ديس من كلية الإعلام والتلفزة هناك، أكيد إنه الإعلام يعني أكثر من غيره بده تضحية، خصوصا عندنا موجود يعني صعوبات كبيرة لازم الواحد يعني يواجهها، والواحد بيواجهها يعني لابد. بداية الإعلام كانت يعني منذ التخرج أو حتى قبل التخرج، كنت أنا موجود ب يعني جامعة القدس أبو ديس، كان فيها يعني اللي هو كان فيها راديو، كان فيها تلفزيون أكيد اللي هم يعني متاحين للطلاب. بعد هيك أكيد كل واحد بيبحث عن فرصته، ممكن تطول الفرصة، ممكن الفرصة تكون سريعة. كان في أحد الإذاعات في نابلس يعني مع تغير مسماها، كانت بداية اسمها راديو الكوفية بنابلس، قدمت فيه برنامج رياضي من عام 2015، يعني من نهاية عام 2015 مباشرة بعد التخرج. هذا إشي صعب إنه أنت تتخرج من هون وتبلش برنامجك مباشرة، لكن الإعلام الرياضي واللي بيحب الإعلام الرياضي أكيد راح يكون عارف يعني عن إيش بحكي، اللي هو الإلمام بكافة الأمور، وكل الإعلام الرياضي يعني يكون ملم فيه. هذا الإشي أعطاني قوة بالبرنامج، كان البرنامج الأول بمنطقة الشمال كاملة يعني الرياضي، وأعتقد لحد الآن أو أعتقد جازماً كمان لحد الآن إنه ما في برنامج رياضي خاص يعني للرياضيين، للاعبين الرياضيين، للجميع بمنطقة الشمال عندنا هون بنابلس أو بمنطقة الشمال عامة. في برامج يعني ما مش مستمرة، خلينا نحكي. هذا الإشي اللي شجعني، حبيت البرنامج، حبيته أكيد، استمريت فيه يعني صار يعني عدة أمور بالإذاعة اللي أنا بلشت فيها، انتقلت على عدة مناطق لوصلت لهون إذاعة راديو هوا نابلس. هون استمريت ببرنامجي، يعني أنا بدنا نحكي برنامجي من 2015 16 17 18 19 20 21 22، أنا برنامجي صار له 7 سنوات مستمر. كان في يعني عدة أمور جميلة، كان في عدة أمور حلوة، مصاعب، كان في تجارب، كان في يعني معرفة ناس كثير من خلال البرنامج. كنت أعمل برضو ولا زلت يعني متطوعاً في أحد الشبكات الرياضية الفلسطينية اللي هي على الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا. إذن أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا عبر الفيسبوك بحلقة جديدة من برنامجنا الرياضي الأسبوعي، برنامج ملعبنا عبر إذاعة هوا نابلس. اليوم سنتحدث لكم عن عدة أمور وعدة نقاط مهمة. دخولي للمجال الرياضي ما كان بيعني أنه أنا ما دخلت بأي مجال ثاني، يعني إحنا قدمنا عدة برامج، قدمنا عدة يعني أنا كنت مقدم أخبار كمان، لكن أنت عارف الشغلة اللي الواحد بيحبها بيحب أنه يكون هو المميز فيها. عفوا، بشوف حالي تميزت بالإعلام الرياضي الحمد لله رب العالمين، لدرجة أنه إحنا يعني حالياً بنقدم برنامج رياضي كامل بدون أي تحضير، لكن إحنا يعني بنحط النقاط الأساسية بكل حلقة، والإشي بيكون من خلال الخبرة العملية اللي الواحد اكتسبها. هذا الإشي خلى فعلاً بالإعلام الرياضي الحمد لله إنه مميز. من النقاط الفارقة، شوف كثير أمور بعتبرها نقاط فارقة. إذا بدنا نيجي ليش أنا بلشت بالإعلام الرياضي، بلشت فيه لأنه إحنا منذ الصغر رياضيين، ربينا على يعني على الرياضة يعني على نادي الوحدات. خليني أحكي لك بصراحة، نادي الوحدات كان هو النادي اللي يعني خلى فينا شغف كبير للرياضة، كنا متابعينه زي ما إحنا بنتابع حدا خاص وقريب جدا علينا. مرت سنين وعدت سنين كلها، نادي الوحدات كان في له زيارة هون على فلسطين على أو بأحد مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي. أكيد يعني إحنا كل هالحكي اللي حكيناه لنوصل للنقطة الفارقة. النقطة الفارقة هي كانت زيارتي
لا 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 حب الصغر، خلينا نحكي حب الصغر واللي هو نادي الوحدات. شوف انا يومها بعترف ل يعني الشباب اللي كانوا معنا، كان معنا إيهاب أبو مرخية ومحمود أبو عبيد، بعترف لهم إنه أنا فلتهم لحالهم مع الأولاد بالأردن وبالفندق وبكل الزيارات تقريبا، يعني كنت أكيد فيها، لكن يدوروا على عاهد مش موجود، عاهد يكون مع أحد اللاعبين، أحد الإداريين، أحد يعني حتى بأفراح الوحدات هناك كنت موجود. كان يعني إشي كثير يعني علامة فارقة خلينا نحكي إذا يعني صح التعبير. فعلا زيارتي للوحدات هناك، زيارتي لمقر التدريبات، زيارتنا للنادي، يعني زيارتنا وزيارتي أنا وأكيد كل الأكاديمية اللي هي أكاديمية ماستر كوتش هون بنابلس، و يعني شفنا كثير ناس هناك كنا يعني نتابعهم بالصغر خلينا نحكي، يعني شفنا انا توقعت يعني ما اشوف في هيك قامه يعني بالوحدات، كانت نحضرها واحنا صغار، كان لاعب علي ابو جمعه او علي جمعه، مش علي ابو جمعه، هو اللي يعني صححني فيها، هاي علي ابو جمعه بحكي له احنا يعني من كثر ما احنا تربينا عليك كنت صغير، يعني انا بصدق الصراحه وما تاخذني فكرتك لسه مش عايش. والله فطلع هو بيشتغل بالنادي هناك بنادي الوحدات مدرب احد الفئات، خلينا نحكي 10 ايام بين نادي الوحدات وبين يعني كل الناس الموجودين هناك، هاي كانت علامه فارقه. بعدها يعني تعززت وتعمقت العلاقه كثير صراحه، يعني ظهور اول كابتن حسام يونس لمنتخبنا الوطني الفلسطيني للشباب في البطوله العربيه، ظهور مبشر بالخير، مباراه اولى ماراثونيه امام المنتخب السوداني وفوز يعني كان مستحق جدا. طبعا خلال العمل الاعلام الرياضي في عده مشاركات، عده مباريات انا بعتبرها مميزه جدا من خلال عملي ك مصور او عملي ك يعني اعلامي، سواء باي يعني مهنه محدده بالاعلام الرياضي، كان يعني من افضل واحلى المباريات اللي انا حضرتها مباراه منتخب فلسطين، منتخبنا الفدائي مع المنتخب الاوزبكي اللي احنا فزنا عليه بنتيجه 2-0 بملعب الشهيد فيصل الحسيني. يعني انا كنت من المؤمنين بانه منتخبنا قادر جدا على يعني على هزيمه اي منتخب يعني باسيا فترتها، وحتى بهاي الفترات اكيد بجهود الجميع سواء الاتحاد الفلسطيني سواء بكل العاملين يعني بمجال المنتخب، مباراه فلسطين اوزبكستان، مباراه فلسطين السعوديه، عدة مباريات، في مباراة كمان حصلت هون بنابلس كمان ب يعني من كم سنة بين منتخب فلسطين منتخبنا الفدائي وبنادي فلسطين تشيلي، نادي فلسطين تشيلي كانت زيارته مميزة جدا، يعني أنا رافقتهم حتى هون بنابلس وكنت متواجد معهم ب يعني بهاي المباراة صورت فيها، يعني هي كانت أيام البدايات، حتى هي يعني كان من كثير سنوات من المشاركات برضو يعني تصوير منتخبنا مع عدة منتخبات يعني بآسيا، يعني ما بدي أذكر كل المنتخبات لأنه يعني رح ننسى منتخب بوتان بالأمريكية، منتخب المالديف، يعني عدة منتخبات بالمشاركات كمان اكيد يعني بدنا نرجع لنقطه يعني مشاركتي بالوحدات، هي المشاركه الخارجيه، انا مش كثير مشاركات خارجيه الي، لكن هي المشاركه الخارجيه الاولى اللي كنت انا متواجد فيها بنادي الوحدات، صورت تواجدت بمباراه الوحدات اللي هي من أكثر المباريات اللي أنا ما بحب أتذكرها صراحة، كمباراة يعني نادينا، هي مباراة الوحدات والرمثة الموسم الماضي على استاد يعني استاد الحسن، هو بإربد، بإربد، يعني رحنا على إربد مباراة الوحدات، الرمثة كان يعني من كثير سنوات ما لعبش هذا اللعب،
فالوحدات يومها تعثرنا بنتيجة 3-0 ورجعت الوحدات 3-2. من المباريات المحلية أكيد كمان اللي بذكرها، أولاً عملي كمصور، يعني هو عمل تطوعي كان بشبكة كورة فلسطين، لكن أكثر المباريات المحلية اللي أنا حضرتها هي مباريات النادي مركز شباب بلاطة، بصفتي موجود في نادي مركز شباب بلاطة من عدة سنوات ناطق إعلامي باسم النادي. كثير مباريات محلية كانت حلوة، لكن مباراة مركز بلاطة أمام الشباب الخليل اللي هي كانت بملعب نابلس هون، كانت بعد إحراق النادي أعتقد بيوم أو يومين، كان فيها عدد حضور جماهيري أعتقد غير مسبوق، حتى رهيب جدا كان الحضور الجماهيري فيه. فزنا يومها على شباب الخليل أعتقد بهدف مراد إسماعيل أبو وديع، يومها كان هدف جميل جدا أمام الإخوان بشباب الخليل. يعني عدة مباريات كمان، مباراتنا أمام هلال القدس، كمان هلال القدس إحنا بنادي بلاطة كان عندنا عدة مباريات يعني كبيرة لعبناها مع هلال القدس، لكن هي مباراة حسم الدوري، دوري الكورونا، يعني إحنا يعني بالبلاطة بعد هاي الفترة الطويلة فازت بالدوري، ولكن يومها كانت جائحة كورونا هي يعني مسيطرة على البلد. كانت مباراتنا أمام هلال القدس حسمنا فيها بطولة الدوري أكيد، ويعني كثير مباريات أكيد أنا بعتبرها مميزة. ولكن كمان في مباراة يعني هاي يعني كدت أنساها، لكن مباراتنا أمام شباب السموع باستاد دورو، هي كانت المباراة لا تقبل القسمة على 2 إنه إحنا لازم نفوز فيها مش نتعادل كمان عشان إن يعني نفوز بالدوري. يومها شباب السموع تأخرنا أمامهم بهدفين مقابل لا شيء، لكن انقلبت النتيجة لثلاث أهداف مقابل هدفين، كانت ذكرى كمان حلوة. من المواقف اللي على الهواء موقف يعني أنا بدي أذكر هذا البني آدم ومش ممكن أنساه أكيد، اللي هو سعيد الصيرفي أبو سعده. سعيد الصيرفي أبو سعده رحمة الله عليه، يعني من الناس اللي جد لما يعني لما توفى أثر علينا بشكل كبير جدا 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 جدا. أنت تخيل من وأنت صغير تسمع صوت بالجماهير بجماهير الوحدات إنه يعني كيفية تشجيعه، كيفية حتى تشجيعه لمنتخبنا الوطني الفلسطيني أيام يعني تواجده بالإمارات. الموقف كان إنه أنا استضفت أبو سعد أكثر من مرة، لكن في أحد المواقف حتى كان شهر رمضان المبارك، يومها أبو سعد غنى لي أغنيتين خاصات باسمي يومها على الهوى، موجودين عندي لحد الآن. بشوارع الرياض بدي أمشي وأتمخطر، بشوارع جبل النار نابلس الحبيبة بدي أمشي وأتمخطر، ويا الله محلاك وشو بتجنن يا الأخضر، وبدي أقول بالخليج العربي والعالم وكل العالم لفينا، وزي الوحدات وزي عاهد وهوى نابلس ما لقينا. طبعا رسالتنا أول إشي للجماهير الرياضية، ادعموا فرقكم بدون تعصب، أولا وآخرا بدون تعصب أكيد. رسالتنا إنه منتخبنا يجمعنا ومنتخباتنا حتى بكافة الألعاب الرياضية تجمعنا، ادعموها بكل ما أوتيتم، وإن شاء الله نشوف منتخباتنا مشرفتنا بكل المحافل أكيد الدولية، وكمان مرة لا للتعصب الرياضي.